سوق الجبيل مشاهدينا ننتقل معاكم إلى فقرة أخرى من فقرات صباح الشارقة، ومع بداية فصل الصيف تكثر أمراض العيون التي تتأثر بالعوامل الخارجية والبيئية وأهمها الحرارة العالية والجفاف. الرمد الربيعي مشاهدينا هو أحد تلك الأمراض، ورغم أنه مرتبط بفصل الربيع لأن حالات كثيرة منها أخذت تزداد في الصيف. مشاهدينا، حول هذا الموضوع سعدنا نرحب معاكم بالدكتور إياد جبور، أخصائي أمراض وجراحة العيون. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحك. حياك الله دكتور. الله يحييكم. صباح الخير. مثل ما ذكرت في البداية، يعني مع ابتداء موسم الصيف تبتدي المشاكل اللي تتعلق بالعين. صحيح. الجفاف وغيرها من المشاكل. الرمد الربيعي، لو نسلط الضوء على هذا المرض. الرمد الربيعي هو عبارة عن حالة تحسسية، عمليا هو أحد الحالات التحسسية اللي بتنزل تحت عنوان التهاب الملتحم التحسسي، اللي جزء منه هو الرمد الربيعي واللي هو أشد عمليا. لحتى نعرف بس المشاهدين شو وين بيكون الالتهاب، هو في النسيج الملتحم واللي هي النسيج اللي بيغطي كرة العين أو الجزء الأبيض من العين بالإضافة للأجفان العلوية والسفلية. إذن هذا النسيج هو عمليا غير مرئي، شفاف، وبيعمل طبقة مخاطية. بالأحوال الطبيعية الخلايا الجفنية، خلايا الملتحمة بتكون خلايا طبيعية غير منتبجة غير منتفخة، لكن في حالات التحسسية تطرأ عليها بعض التغيرات. إذن الحالات الملتحمة التحسسية وتحديدا الرمد الربيعي تصيب غالبا فئات الأطفال، أو تحدث لدى الأطفال أو بعمر الطفولة ما بين 5 سنوات 6 سنوات وحتى عمر المراهقة. تبدأ الحالة بالانحسار بالتراجع قليلا لحد عمر الشباب تختفي. هي حالة مزمنة عمليا، حالة متكررة، فبالتالي هي تحدث على شكل هجمات تحسسية عند التعرض للعامل المحسس أحيانا، أو عند وجود حالة تحسسية عامة في الجسم ممكن تترافق مع ظهور الأعراض التحسسية العينية. جميل. لو نسلط الضوء شوي دكتور على الأسباب، شو الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث طبعا هذه المشكلة في العين؟ تمام. إذن العامل الرئيسي فيها للحالة تحديدا الرمد الربيعي بيلعب فيها العامل الوراثي دور كبير جدا. وجود قصة مرضية تحسسية عائلية في العائلة. عند أحد أفراد العائلة بتلاقيها بتتكرر عند أحد الوالد أو الأشخاص أو الأبناء، بتلاقيها بتظهر عند أكثر من شخص، فمنلاقي أنه العامل الوراثي العامل الجيني هو أساسي، بالإضافة للعوامل البيئية المحيطة في الإنسان. هلأ سمي بالرمد الربيعي لأنه محرض له بشكل رئيسي هو غبار الطلع. سمي وبيظهر بفصل الربيع، فبتلاقي الحالة تظهر بشكل شديد أو الهجمات التحسسية غالبا ما تحدث في فصل الربيع، وتكون حقيقة حالات شديدة مزعجة جدا. تختلف، لازم نميزها عن حالة الحساسية، لأنه هناك حالات تحسسية عادية بتصيب العين والتحمة العين بتكون طارئة نتيجة التعرض لعامل محسس، لغبار، لعوامل ممكن في البيت في المنزل، في تسمى عثة الفراش أو المنزل. صح. للتعرض لأي روائح ممكن شديدة، ممكن تحدث حالة تحسسية بسيطة تعالج بشكل بسيط. نعم، ذكرت دكتور أن الوراثة تعتبر أحد الأسباب التي تؤدي إلى الرمد الربيعي، كذلك العوامل البيئية بعد ممكن تؤثر، لأنها تظهر هذه الأعراض في فصل الربيع مثل ما ذكرت أو في فصل الصيف. صحيح؟ صحيح تماما. مشان هيك بنسميه مثل ما ذكرت أنه الرمد الربيعي، لأنه بيعتمد بشكل رئيسي على الغبار الطلع أو بيسمى حمى القش، الحالات الشديدة منه بهالفصول هي بيكون في ظهور للعوامل المحسسة. لكن مش كل إنسان بيتعرض لغبار الطلع مثلا أو للعوامل المحسسة بيصير عنده هجمة رمد ربيعي. لا، فإذا في شيء أساس هو أساس الوراثي أو العامل الوراثي اللي بيأهل أو بيكون القاعدة الرئيسية لحتى تظهر أعراض الرمد الربيعي، لأنه الرمد الربيعي هي عبارة عن حالة شديدة جدا وإلى مشاكل وعقابيل وآثار بتأثر على قرنية العين، تؤثر على القدرة البصرية، تؤثر على حدة الأبصار بشكل مباشر إذا لم تعالج ولم تتخذ إجراءات أيضا وقائية في حالة الإصابة بحالة الرمد الربيعي. شاهدنا بعض اللقطات والصور، أنا أعتقد أن أحد أعراض هذا المرض الإحمرار. صحيح؟ تمام. شو بالنسبة لباقي الأعراض؟ أوكي. إذن الأعراض الرئيسية للحالات التحسسية والرمد الربيعي بشكل خاص بتبدأ بظهور إحمرار في العين. بشكل أشد بتكون الحكة
الحكي هو العامل الرئيسي اللي بيميز الحالة عنا بأنه الطفل أو المريض بيكون دائما عم يدعك، عم يحك في العين بشكل شديد جدا بسبب أنه الخلايا الجفن متهيجة متحسسة منتفخة متضخمة بشكل كبير كتير وعم تفرز مواد هي مواد سامة، وللأسف أنه كل ما زادت عملية الحك أو عملية الدعك زادت التهيج، بتزيد الإفرازات السامة المواد السامة اللي بتهيج العين وبتؤدي لأنه استمرارية هالحالة التحسسية. فبالتالي بتلاقي أنه الأعراض اللي بتظهر أيضا إفرازات من العين، بتظهر بعض الإفرازات المخاطية بحالات متقدمة منها إذا لم تعالج، وهي النقاط اللي لازم نأكد عليها أنه الرمد الربيعي لازم نبدأ بعلاجه بحيث ما يتطور بيؤدي لمشاكل في سطح القرنية. تظهر أحيانا عبارة عن تليفات أو نقاط نلاقيها حول القرنية، تظهر بعض البقع البيضاء، هي بالحالات المتقدمة. الأجفان من الداخل بيكون الجفن متغير بشكل سيء جدا، بدل ما يكون النسيج المخاطي للجفن من الطبقة الداخلية أملس بينزلق بشكل سلس على قرنية العين، لا بيتحول لعبارة عن كتل متضخمة شديدة خشنة نوعا ما، بتقوم بعملية الاحتكاك بالقرنية بشكل دائم، وهي النقطة الرئيسية اللي ممكن تسبب بعدين بعمر متقدمة اللي هو القرنية المخروطية، إلى دور كبير بظهور القرنية المخروطية. إذن عدة أشياء ممكن تؤديها الرمد الربيعي تحديدا، ومثل ما ذكرنا هو عبارة عن ما أنه حالة تبدأ وبتروح خلص وبتنتهي، لا هي متكررة. هناك حجمات تحسسية كل سنة ممكن تظهر أكثر من مرة عند الإنسان، فبالتالي بحاجة لمتابعة بشكل دائم. جميل دكتور، دائما هو التشخيص السليم هو نصف أو يقطع المريض نصف المشكلة أو الطريق إلى العلاج. طريقة التشخيص تلعب دور كبير، صحيح دكتور؟ تماما صحيح. التشخيص الحالة المرضية إحساس المريض له دور كبير طبعا، بس لكن المريض بيشعر بالحكة، بيشعر بالإفرازات الإحمرار. هلأ تشخيصها بشكل صحيح لدى الطبيب بالأعراض اللي ذكرناها اللي بتظهر على الأنسجة العينية، على الأنسجة الجفنية من الداخل، التغيرات في الخلايا المتضخمة اللي بتكون موجودة واستمراريتها، هون بيكون وضع التشخيص الحقيقي لحالة الرمد الربيعي. نحن بنأكد لأنه موضوعنا الرمد الربيعي تحديدا. فلما تشخص الحالة بهذا الشكل تبدأ المرحلة اللي التالية واللي هي مرحلة العلاج، واللي إلى عدة أنواع من العلاجات أو مراحل للعلاج بحيث نغطي كل تطورات الحالة المرضية عند المريض. نعم. ذكرت في البداية دكتور أن هذا المرض ينتشر ما بين الأطفال بشكل كبير، ومعروفين الأطفال أنهم ينقلون الأمراض ويستقبلون حتى الأمراض بشكل كبير لأن مناعتهم ممكن أن تكون ضعيفة. لكن هل يعتبر هذا المرض معدي ولا لا؟ حقيقة الرمد لا، هو مرض غير معدي، هو من الأمراض اللي ما بتنتقل لا بالملامسة ولا باستخدام أدوات المريض. هناك أنواع أخرى من الرمد. هو عمليا أيضا الرمد التسمية هي تسمية لحالات الالتهابية اللي بتصيب ملتحمة العين أكثر من نوع، تسمى أيضا رمد لأنه معروف في الرمد اللي هو الالتهابات الملتحمة الفيروسية، في الالتهابات الملتحمة البكتيرية، وفي الالتهاب التحسسي اللي من ضمنه الرمد الربيعي. فالرمد المعروف اللي بينتشر أحيانا بشكل كتير وبيعمل انتقال وعدوى هو أيوة بالضبط هذا الرمد الفيروسي اللي هو حالة الالتهاب الملتحمة الفيروسية، هي معدية جدا ولازم الانتباه لها. أما حالة الرمد الربيعي لا، هي حالة غير معدية، لكن مثل ما ذكرنا مثل ما تفضلتي أنه عند الأطفال تحديدا لأنه بتبدأ الحالة التحسسية بهذا العمر، ممكن تترافق بحالة تحسسية عامة صدرية يعني مثل الربو، أو حالة تحسسية بالجهاز التنفسي الأنفي بالأنف بالفم، أيضا بالعين. فإذا هي حالة معممة غالبا بتكون لأنه في قصة مرضية مثل ما ذكرنا تحسسية عند العائلة، فبتظهر حالة الرمد الربيعي تحديدا في هاي الأعمار ما بين 4-5 سنوات وحتى عمر 13-14 سنة، بتبدأ بالتراجع وبتخف تدريجيا الحالة لحتى ما بين ممكن تمتد للعمر 20 سنة تقريبا. من حسن الحظ أنه بتخف في النهاية وما بتستمر مع الإنسان. اللي بيحرضها عادة هو تعرض الإنسان للعوامل المحسسة، ليس فقط الغبار الطلع، لا في أحيانا تظهر الهجمة التحسسية نتيجة تعرض الإنسان لعامل محسس شديد مثل الغبار، مثل ما ذكرنا التعرض للشمس ولفترات طويلة أيضا من العوامل المهمة جدا لازم يكون
المريض ينتبه للامور هاي تلاقي بتسبب ايضا هي الرمد حساسيه ضوئيه عاليه، بيكون المريض غير قادر على انه يتعرض للانوار سواء في البيت او خارج البيت، فاستخدامات النظارات الشمسية كمان بتلعب دور مهم بالتخفيف من المعاناة. حلو، حتى النظافة الشخصية دكتور، يعني ممكن الواحد ما في شيء ولكن لمس قطعة ملوثة وفرك عينه بس، فبالتالي أصاب بأحد مسببات التهيج والحساسية ومن بعدها تسوء يعني حالة الشخص. اليوم العلاج المنزلي دكتور أو يعني تقليل مسببات الحساسية في المنزل تفيد الشخص أو لازم يلجأ إلى الطبيب؟ هلا بالمنزل بتكون عبارة عن أمور وقائية اللي بتساعدنا على تقريبا على عدم تكرار الحالة المرضية بشكل كثيف بشكل دائم. نعم. يعني في المنزل دائما قلنا في بعض المحرضات أو المسببات هو الغبار المنازل الموجود في المنزل أو عثة الفراش اللي هي موجودة وين ما كان. صح. عبارة عن غبار أتربة غير مرئية بتحرض الحالة، وجود بعض الحيوانات الأليفة بالضبط، يعني الطيور أو القطط والكلاب بتأدي أيضا بتحرض وجود حدوث الحالة التحسسية، حتى الأقمشة الموجودة أو الألعاب عند الأطفال، الألعاب القماشية عند الأطفال كمان ممكن تكون أحد المحرضات. تنظيف المنزل بشكل دائم بتنظيف رطب بحيث أنه الغبار نزيله من المنزل بشكل رطب ما ينتشر بشكل كبير في البيت. التكييف تكييف جدا مهم جدا، لأنه أجهزة التكييف مثل ما هي عم تعطي الهواء أيضا عم تعطي معه كمان غبار. صحيح. وأحيانا بيكون أجهزة التكييف محملة ببعض فيها بينمو فيها بعض الفطريات طبعاً. بعض الغبار الفلاتر ما بتكون دائما نظيفة، فكمان تطرح مع الهواء بيخرج العوامل المحسسة هي إلى دور كبير بالعناية. فلما بيكون في المنزل في حالات تحسسية بأي شكل من الأشكال سواء كانت صدرية أو عينية لازم ننتبه للنقاط هي، يكون في حذر أكبر، يكون في انتباه أكبر وعناية أكبر من قبل الأهل لتجنب حدوث الحالة دكتور التحسسية. حتى العطور القوية روائح البخور هذه بعد تلعب دور كبير يعني. جدا جدا طبعا، مو بس حتى العين، الأنف، حتى الحنجرة يعني بالضبط، تعرض لروائح العطور، لمعطرات حتى في المستخدمة في المنزل لتعطير الملابس أو في الغسيل بتهيج الحالة التحسسية وبتحفزها للظهور. فتجنب بشكل عام لكل المحرضات من مهمة الأهل في المنزل. بالإضافة أنه إذا ظهرت بعض الأعراض ممكن لازم نأكد على النقطة هي، في البداية إذا كانت الأعراض بسيطة واستطاع الأهل التعامل مع هذه الحالة جيد، لكن لما بتتطور الحالة أو بتستمر فترة طويلة لازم اللجوء للطبيب للتشخيص الصحيح. ممكن الحالة عم تعالج بشكل خاطئ، للتشخيص الصحيح هو استخدام العلاج الصحيح. نعم، ذكرت نقطة جدا مهمة، الإجراءات الوقائية اللي يجب أن يتبعها أولياء الأمور أو يجب أن تتبعها الأسرة في حال تعرض طفلهم لهذا المرض. ذكرت قبل شوي الرمد الفيروسي اللي يعتبر معدي وينتشر ما بين الأطفال، والرمد الربيعي اللي يعتبر غير معدي. كيف لأولياء الأمور أنهم يفرقون ما بين هالأمراض والمشاكل الصحية الخاصة بالعين؟ تمام، بالحقيقة التمييز من قبل الأهل هو صعب، من قبل الإنسان غير المختص أنه يميز بين الحالة، لأنه الحالات المرضية اللي بتصيب العين معظم الأعراض هي بتكون عبارة عن إحمرار في العين، متشابهة جدا، حكي بعض الإفرازات المخاطية خاصة في البداية باليوم الأول والثاني كلها متشابهة، لكن طبعا الحالات مختلفة والعلاج مختلف تماما. فالرمد الفيروسي، الحالات الالتهابية الفيروسية اللي بتسمى الرمد المنتشر المعدي، مجرد ظهور حالة الإفرازات من العين والإحمرار والحكة طبعا أول يوم ثاني يوم بتكون مهمة جدا، بحيث أنه الطفل إذا ما تحسن أو كانت عبارة عن حالة تحسسية عادية ممكن أنه تختفي بعدين على الكمادات الباردة أو استخدام بعض القطور البسيطة ممكن المعقمة للعين ممكن تختفي، لكن لما بتستمر الحالة، وهذا اللي بنشاهده للأسف، أنه بينتظر الأهل 3 و4 و5 أيام بعدين بتيجي الحالة متأخرة ومتقدمة. صح. وإذا كان فيروس بيكون الطفل في المدرسة أو في الحضانة عدا الأصدقاء والأطفال حواليه وانتشرت الحالة، وهي بتعرف الحالة منتشرة يعني معدية جدا. صح. بتلاقي إذا دخل الحالة الالتهابية على البيت خاصة الفيروس
تعدي كل افراد العائله غالبا كبار وصغار يعني الكبار والصغار صح. وهي حاله ما بتعمل مناعه فاذا مرض احد افراد العائله وخف بعد اسبوع او بعد 10 ايام وكان بعد في عنده احد افراد العائله مريض ممكن يرجع ينعاد مره ثانيه لانه ما بتعمل حاله مناعيه فهي حاله مزعجه جدا طبعا صحيح. وبتترك اثار سلبيه على العين بتترك اثار سلبيه على قرنيه العين شديده جدا فلذلك ما بنعتمد على انه الاهل يشخصوا الحاله لا المفروض نلجا للطبيب ونقطه اهم من هيك ما يستخدموا أدوية من الصيدلية أو من خبراتهم الشخصية السابقة أو إذا دواء موجود في البيت نستخدمه أو يعني مجرد للصيدلي نعطينا دواء ونستخدمه ونعتمد عليه لا ممكن يكون خيار خاطئ غير صحيح والحالة اللي اعتمدوا عليها أو الصيدلي اللي شايفه يعطي له دواء غير صحيح بتؤدي لتطور الحالة بشكل سيء فإذا بده ينتظر الأهل أول يوم ثاني يوم تمتد الحالة بشكل أسوأ لا لازم اللجوء للطبيب مراجعة الطبيب بشكل صح جميل سريع. هاي مسألة الملاحظة جدا مهمة يعني ممكن الشخص مو بس الصغار حتى الكبار ممكن يعني يقول هذا شيء بسيط يعني بالتالي إذا استمرت المشكلة ممكن يعني تسبب أضرار على المدى البعيد دكتور أنت ذكرت أنه يصاب بها الأطفال ويصاب بها الكبار ولكن ذكرت نقطة جدا مهمة هي مسألة الوراثة فإذا ما أصيبت الأم الحامل اليوم بالرمد هل ممكن يولد الطفل والإصابة تكون عنده مضاعفة أو الاستجابة لهالمرض تكون مضاعفة؟ هو بتكون إذا بده ينصاب الطفل بتكون نعم. الأم هي بالطفولة عندها حالة الرمد أو عندها هي بالجينات أو بالقصة المرضية العائلية عندها حالة رمد نعم. ربيعي فممكن تنتقل مع الجينات اما ان الاصابه خلال فتره الحمل ما هي ما لها دور ابدا لانه الحالات التحسسيه تظهر باي وقت وبتختفي فهي ما مثل الامراض المعديه بعض الامراض الفيروسيه او البكتيريه اللي ممكن نخاف انه اذا اصيبت فيها الام خلال فتره الحمل تاثر على الجنين لا لكن الأدوية المستخدمة هون هي لها دور كبير خاصة إذا كانت نضطر نستخدم بمراحل متقدمة بعض الأدوية الشديدة القوية فبحاجة لحذر أما هي لا ما بتأثر من ناحية هاي لكن الانتقال بيكون عن طريق الجينات واللي هي بتكون محمولة من الطفولة صحيح. دكتور إياد هل الكبار معرضين كذلك لإصابة بالرمد الربيعي؟ أم هي مقتصرة بس على الأطفال؟ مثل ما ذكرنا هي حالة الرمد الربيعي كرمد ربيعي تبدأ بالأعمار الطفولة عادة وبتخف تختفي بأعمار الشباب لكن ممكن يحدث حالات تحسسية إذا كان سابقا الإنسان عنده رمد ربيعي ممكن يتعرض لعامل محسس بأي عمر من الأعمار فتؤدي لحدوث هجمة تحسسية عنده واحمرار لكن غالبا هي مشاهدة بالأعمار الصغيرة أعمار الطفولة واللي لازم تعالج بشكل صحيح بشكل نعم. دقيق وأساليب متعددة للعلاج ممكن نحتاج لوقت أطول لشرحها لكن لازم تعالج بشكل صحيح حتى ما تؤدي لآثار سلبية على قرنية العين وبالتالي على القدرة البصرية حدث الأبصار عند الطفل جميل. يعطيك العافية دكتور شكرا لوجودك معنا وأتمنى من المشاهدين هم استفادوا من هذه المعلومات اللي قدمتها شكرا لكم شكرا لك الله يحفظك يومك سعيد إذا نشكر مشاهدينا الدكتور إياد جبور أخصائي أمراض وجراحة العيون على هذه المعلومات القيمة والمفيدة متواصلين معكم مشاهدينا بعد الفاصل مجموعة من الأخبار المنوعة قم معنا